لم يكن لم تكن هناك ليه يعني ايه أفضلية أو حد بيديني حاجة من عنده. لاحظي حضرتك ايه أعمالي في النظام السابق تعرضت للجور الشديد. فيلم البريء الذي تم تقطيعه، فيلم الغول، فيلم ملف في الأداب، فيلم كشف المسطول، كل هذه أعمال تعرضت لعنف وغضب. حتى فيلم عمارة يعقوبيان يعني ايه تسبب في غضب أجهزة كثيرة جدا، وفيلم 2004 فيلم معالي الوزير. عاوز اقول لحضرتك ان دي مش القضية الأساسية. انا استخدمت القانون لاني في قانون للرقابة وفي قانون بيحمي الابداع. ارجو ان هذا القانون يظل باقيا وقويا وحيا في ظل الحكم الحالي. انا احتكمت للقانون واذكر ان انا لما في فيلم ليا موجود وحي يرزق تقدر تسأليه، الرقابة جت حذفت لي منه جملة واحدة فرفضت، لاني القانون صريح. القانون بيقول المؤلف هو صاحب الحق الوحيد في مصنفه الفني، ولا يجوز لاحد غيره ان يعتدي عليه. شوف الجملة، يعتدي عليه بالتعديل سواء بالحذف او الاضافة. فلما جم يحذفوا قلت لهم مش من حقكم، وهي الرقابة ليه؟ طالما ان انا مش فعلا، طب نرفض. قلت لهم ارفضوا لان في جهة اعلى اللي هي لجنة التظلمات.